أعتقد المسار السياسي والدبلوماسي والبحث عن السلام حل الدولتين عبر هذا المسار قد مات، ومات يمكن قبل عهد ترامب، وترامب دفن وأعمق هذا المسار. ما لم يتغير أولا الوضع الفلسطيني من الداخل، لأنك أنت معطي اليوم الاحتلال احتلال غير مكلف، احتلال مريح، ما فيش إزعاج، في تنسيق عالي مقدس وعلى مستوى عالي كما يصفه. كل شيء توقف في فترة من الفترات بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل إلا التنسيق المالي والتنسيق الأمني، هذول الأمرين اللي استمروا، لأنه هذول الأمرين اللي يقوم عليهم حياة هذه السلطة الفلسطينية. وبالتالي أنت إذا لم تغير من العمل من الداخل، من العمل الفلسطيني الداخلي، تعيد بناء مؤسساتك، تنتخب قيادة جديدة بالكامل، مش تجدد لقيادة. البعض يقول أن المرشح الوحيد للانتخابات القادمة هو الأخ أبو مازن اللي عمره 85 سنة، ربنا يطول بعمره. بس أنا بس بدي أتساءل، كيف أبو مازن هيقعد مع رئيسة وزراء السويد اللي هي عمرها 35 سنة، هو عمره 85 سنة، وتحس أنه حيكون في شيء من الانسجام والتوافق في الكلام في القضية الفلسطينية؟ ما لم تجدد شرعية القيادة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية، لن تستطيع أن تتحدث عن عمل قومي مع العالم العربي أو عمل دبلوماسي نشط مع المجتمع الدولي. أما الموقف من ما يسمى بصفقة القرن، فأنا أعتقد في إجماع على هذا الكلام، ما حد يزاود على حد، الكل الفلسطيني مجمع على رفض ما أعلن ونفذ من صفقة ترامب أو ما هو مخبأ حتى الآن. هناك إجماع، ما فيش داعي للمزاودة. المطلوب الآن إعادة صياغة برنامج وطني فلسطيني أولويته هو مواجهة وإنهاء الاحتلال. غير هذا الكلام بيكون لعب في التفاصيل وعبث. الذهاب للانتخابات لطالما كان مطلبا لكثير من الفلسطينيين للخروج من الحالة القائمة، لكن هذا الاستحقاق الذي يدور الحديث عنه يدور على أرضية غياب التوافق على إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام. بالتالي باعتقادك أي مخرجات لهذا الاستحقاق؟ هل تعني بالضرورة شرعنا للوضع القائم حاليا، شرعنا لما هو قائم في الضفة وقطاع غزة؟ لا أحد يستطيع أن يسرق الصوت الفلسطيني في يوم الانتخابات. لقد شاهدنا هذا أكثر من مرة، وتعلمنا ورأينا كيف يستطيع الفلسطيني أن يدير صوته في لحظة الانتخابات. خلية تصير الانتخابات، وخلية الانتخابات هاي تفرز إرادات شعبية حرة بتمثل الغالبية الفلسطينية، وبعدين نحكي في القضايا الأخرى. لن يكون، أنا لا أعتقد رام الله ستسمح بأي حوار وطني للتوافق قبل صدور المرسوم، ويمكن لا يسمحوا فيه حتى بعد صدور المرسوم إذا صدر المرسوم. وخلينا نجعل من الانتخابات التشريعية والرئاسية المتوازية أو المتزامنة ملزما في المرسوم الرئاسي المفروض يطلع، وتكون هذه أول خطوة نجاة من هذا العبث الفلسطيني اللي احنا بنعيشه من أكثر من 15 سنة.